السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم خبز النان بالجبن أو لا بالفرماج، كيجي رائع جدا، لذيذ وسهل جدا جدا في التحضير، كيستحق أنكم تجربوه. بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج في المكونات للعجين أولا، ومن بعد نحضره الحشو. غنحتاجو لدقيق ابيض بين جوج ونص او جوج وربع ديال الكيسان، ما يعادل 300 حتى 350 غرام دقيق ابيض، يكون نوعيه جديده. 8 غرام ديال خميره الحلويات بيكين باودر، ما يعادل ملعقه صغيره وملعقه كبيره ديال خميره الخبز. القليل من السكر، جوج ملاعق غير مملوءه من الزيت النباتي او زيت الزيتون، ثم القليل من الملح، وجوج ملاعق كبيره من الزبادي او الياغورت الطبيعي دون سكر، وماء دافئ باش غادي تجمع لينا العجين. والطريقه جد سهله، ممكن اننا نعجنو بالطريقه العاديه، اننا نضيفو النواشف ثم نضيفو لها السوائل من بعد ونجمعو بالماء. هذه طريقه اسهل وكتعطينا يعني نتيجه احسن، من خلال ان كيخمى بسرعه وما كيحتاج للدليك بزاف. كنضيف كميه من الدقيق تقريبا واحد الكاس الا ربع، الخميره، السكر والقليل من الملح، وكنضيف واحد نصف كاس فقط اولا الجهد اللي نحسو بالعجين رجعت بهذا الشكل هذا. كنخلطو اما بملعقه او بالطراب اليدوي تقريبا واحد 50 مل او 60 مل، ما نكتوش فما نحتاجوش نزيدو الدقيق من بعد، من الاحسن نديرو كميه اقل، ولا احتاجينا نزيدو الماء. غادي نغطيوها بشكل جيد ونخليوها كتفاعل بين 10 حتى 15 دقيقة في واحد المكان اللي هو دافئ. غنضيفو باقي المكونات، وكفيت لكم الاختيار في طريقة العجن، انكم تعجنوها بطريقة العادية هي تاخذ وقت اطول في الدلك وحتى في التخمير. مي كتفاعل بهذا الشكل غادي نضيفو ما تبقى من الدقيق، من قبل غادي نضيفو السوائل اللي هما الياغورت الطبيعي جوج ملاعق كبيرة وجوج ملاعق ديال الزيت النباتية او زيت الزيتون. يعني كنحاول نعاود لكم المكونات. بالنسبة للزيت فما تكونش الملعقة مملوءة بزاف، غير واحد شوية بحال هذا الشكل هذا. ثم الخميرة الحلويات مع الدقيق، انا نضيفه كامل لان المقدار عندي مضبوط. انتوما كيف قلت لكم ديروا كميه اقل من الماء باش ما تحتاجوش ديروا الدقيق، زيدوه في الاخير. صافي غادي نجمع العجين، تكون العجينه لينه ما تكونش قاصحه، ومن بعد مباشره نوضعوها في سطح العمل اولا فاش كتعجنوا، وغير واحد يعني واحد الوقت وجيز تقريبا دقيقه اللي كنخليو العناصر تمتزج بشكل جيد، ما غندلكوهاش بزاف، تكون كتلصق باليد ضروري، دقيقة فقط بهذا الشكل هذا. ونرجعو نخليوها تختامر مرة أخرى على حساب الجو، من 15 حتى 20 دقيقة. إلا درناها بالطريقة العادية فغتحتاج حتى لساعة ونص ديال مدة التخمير، لأن خاصها تخمر بشكل جيد، عندهن بالقليل من الزيت باش ما تلصقش. ونخليها ونغطيها ونخليوها تفاعل مزيان، ونرجعو نشكلوها مباشرة. نغطيوها بالبلاستيك الغذائي، نوضعوها في واحد المكان اللي هو دافئ، خصوصا إذا كنتو شاعلين النار فوق العدد. وضعوا الآنية بالقرب منها باش توصلها الحارة وتخمر بسرعة. صافي مي كتخمتنا غادي نحضرو الحشو. أنا غادي ندير جبن المثلث تقريبا 6 ديال القطع، غادي نخلطوها مع بعضها، وممكن إضافة القليل من الزعتر، زيت الزيتون. أنا غنضيف غير زيت الزيتون فقط، اللي كيبغي المذاق ديال الجبن مع زيت الزيتون والزعتر يضيف كمية قليلة. ومن بعد غادي نضيف كمية من جبن الموتزاريلا اختياري، طبعا إلا كان متوفر عندكم من الأحسن، كيعطي مذاق أحسن بكثير. غادي نضغط بهذا الشكل أولا غادي نخلطو بهذا الشكل، وغادي ندير كميه قليله تقريبا واحد 5 ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ونخليو على جنب على ما تخمر العجين. حاولوا نخرجوا داك الهواء اللي فيها،
ضروري نخليوها تخمر مزيان، لان ما غاتعاودش تخمر مره اخرى. ونخرجوا الريح اللي فيها ونحاولوا نقسموها القطع. انا غنقسمها لثمانية ديال القطع، وكيف قلت لكم ضروري تكون كتلصق في اليد، ما تكونش عجين اللي هي قاصحه. نوضعوا القليل من الدقيق باش ما يتلصقوا ليناش، ونشكلوا كرات بالشكل اللي بغينا وبالطريقه اللي بغينا. ممكن ديروهم اكبر او اصغر على حسب الحجم اللي بغيتو. هكا كيجيو متوسطين، 8 ديال القطع، ونخليوهم على جنب، ونبداو مباشره تنشكلوا فيهم بطريقه جد سهله سريعه. غادي نرش القليل من الدقيق، نوضع كره نطلقها اما بيدي واما بالمدلك، واحد شويه فقط، وندير كميه من الجبن، ونحاول نقسم الجبن على حساب العدد ديال الكرات اللي عندي، عيني ميزاني. ندهن ونضيف كميه من جبن الموتزاريلا المحكوك اختياري، لان ماشي كلشي غيكون عنده، لذا لما توفرش ما ديروش. وممكن اننا في هذه المرحله نرشو القليل من الزعتر او المعدنوس، ونديرو غير كميه قليله منه فقط، كيعطي مذاق رائع. وتنجمعوا الاطراف بطريقه سهله بحال اللي كنديروا البطبوط. هذا ماشي بطبوط، هذا خبز انان الهندي مشهور بزاف بزاف عند الهنود، وكيقدموه في يعني في مطاعم كبيره، وكيجي فعلا زوين بزاف. ماشي بالطبوط لانه كاين تشابه بزاف ديال الخبز. كاين الخبز العربي كيتشابه في الطريقه ديال التحضير مع الخبز التركي اللي وقع فيه جدال، وقالوا بانه بطبوط مغربي، وحنا كنبغيو اننا يعني نقتلو او لا نديرو التراث المغربي ديالنا. بالعكس، يعني الانسان ما يكلف راسو يدير غير واحد الغوشيرش في جوجل او في اليوتيوب، يدير مثلا خبز النان الهندي، او يدير خبز بازلاما التركي، وغيعرف بان كاين تشابه في بزاف ديال المطابخ العالميه، وبزاف ديال الوصفات ما كتكونش حكر او محتكره علينا فقط. صافي، بهذه الطريقه غادي نطلقو بالمدلك، ونحاولوا ما نديروش ثقب، وصو انا كيدير واحد الفقاعات غير بالمهل. الا خفتو ديروا بيديكم فقط، تنحصلوا على عجينه رقيقه بهذا الشكل هذا، وكنخليوها على جنب. وبنفس الطريقه غادي ندير واحده اخرى اللي غادي نشرح لكم فيها الطريقه بالتفصيل. كنطلق بالمدلك بهذا الشكل، كنوضع كميه من الفرماج اللي درته مع زيت الزيتون، ثم القليل من جبن الموتزاريلا اللي هو اختياري، وكنجمع الاطراف بشكل جيد، كنضغط باش كيتسد مزيان، ثم نطلقوا بالمدلك من الفوق، يعني من جهة اللي جمعنا، باش نضمنوا انه ما يتحلش. عاد كنقلبوه ونبقاو كي بالمهل كنطلقوا حتى كنحسوا بها رقاقت، ما تخليوهاش غليظه، وحاولوا ما تقبوهاش ولا ديروا فيها شي حفره، ولا تطبق لكم دوك الفقاعات اللي كيتشكلوا بالفعل ديال مع العجينه مع الفرماج، غير بشويه باش نجح معاكم بعد ويتنفخ ليكم. وماشي اي حاجه كتنفخ بطبوط. يعني نعاود نرجع للموضوع، ماشي اي حاجه كطيب بالدقيق وبهذا بطبوط، وماشي اي حاجه كتنفخ في المقله بطبوط. كاين الخبز السوري اللي هو العيش، كاين بزاف بزاف اللي كتشابه مع بعضها. صافي، ملي كنتهي غادي نسخن المقله بشكل جيد، ممكن نخلي واحد 5 دقائق يرتاحوا عاد نبداو نطيبوهم، او نطيبوهم مباشره. كنبداو بالاولى اللي حضرنا المقله، كتسخن العافيه تكون زايده واحد شويه، كنوضع بعد ما كتسخن بشكل جيد كنخليها دير فقاعات بهذا الشكل هذا، ومباشره كنقلبوها. ملي كنشوفوها بدات كتنفخ كنقصوا من النار، كل مره نحركو بيدينا نحركوها ندوروها ولا نقلبوها للجهه الاخرى، حتى كنشوفوها طلعات وتحمرت من جوج جهات. حاولوا كيف قلت لكم ما ديروش فيها تقبه باش تنفخ لكم، الا تقبتوها ما غاديش تنفخ، يخرج منها الهواء وغادي تفش، وغادي يكون الا ما تنفخات غادي يكون مدقص من الداخل. انت تنفخ تيجي خفيف وتيجي ناجح، ها هو غيبدا كيتنفخ ليا بهذا الشكل. صافي، نشوفها الا تحمرت نسولها مباشره، نوضعها على جنب،
وندير واحدة أخرى بنفس الطريقة، يعني طريقة سهلة في التحضير وحتى في الطهي ديالها، وكيوجدوا بسرعة وكيجيو هائلين، يعني كيستحقوا أنكم تجربوهم. غادي نستمر حتى ننتهي من يعني كما قلت لكم 8 ديال القطع ديال هذا الخبز الهندي. وفي هذا الأثناء نذوبوا الزبدة أو المارغرين باش غادي ندهنوهم من الفوق. هاي تنفخات، غادي نوضعها على جنب. ملي كنتهي مباشرة غادي ندير القليل من الزبدة المذابة. أنا استعملت زبدة مارغرين، ذوبتها حتى ما بقاش فيها الماء نهائيا. كندهنو كمية، راهم محمرين غير دابا الإضاءة ضربت مايا، ما كيبانوش، ما محمرينش مزيان. ممكن نحتفظوا بهم طبعا في المجمد من نبغيوهم، غير نجبدوهم ونسخنوهم تيبقاو مزيانين، ونرشوا بالقليل من المعدنوس اختياري او الزعتر، او نخليوهم كما هما، كيجيو زوينين بزاف كما لاحظتوا معايا، سهلين في التحضير. وهذا شكلهم من الداخل كيفاش كيجيو، المذاق لذيذ جدا وكيجيو خفاف بزاف بزاف، كيستحقوا التجربة. كنتمنى ما تنساونيش من جيم او لايك للفيديو، اشتراك باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. شكرا جزيلا على المتابعة، والى اللقاء، مع السلامة.